السلام عليكم ابطال، معاكم فلك من فيديو جديد. يا رب تكونوا كويسين. قبل اي حاجه عايزكم تصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. واحنا النهارده بقى صاحب اغلى حساب في كلان اترو، وهو زميلي زارا. يعني اكونته كان بسم الله ما شاء الله يا حاجه كده جميله. وهو عشان هو معديني في الليفل، يعني قلت له ايه اعمل معاك تحدي عشان اخد الاكونت بتاعك اصور بيه. ماشي، فاتفقنا على ان انا لازم اكسب روم من رومين، فهو عارف ان انا لعيب في المستودع، فقال لي ان احنا نلعب رومين، روم مستودع روم مكتبه، ولو كسبت الرومين هيديني الاكونت اصور بيه. بس يا جدعان يعني انا مش عارف ايه التحول اللي هو عمله في لعبه مره واحده ده. فلو انت جاهز للعظمه يلا بينا. اتفق كده اتفاق فلك. العب يا اسطى. لا لا العب والله، العب وشك. بس مش دلوقتي، بكره ان شاء الله بعد العصر باذن الله. لا اله الا الله، تتهور. طب بس كده اول كلايه بسرعه. هو طالما خد اول كلايه لو شافني تعالى. بس هنا انت، هنا بص بقى يعني بص، هو مات دلوقتي، هيموت، هموته ناقص عمري يا استاذ. دمه طلقه يلا يا جماعه، طلقه موت. انا وقفت، خلاص وقفت. الله يرحمك يا صاحبي. تعال بوش. ما انت دمشت جديد لو راجل. بوش تعال بوش وراك يا فلك. تشتغل انت كمان؟ انت لما تعرف هو فين هتسكت. بص بقى الكلاية اللي جايه دي تتدرس يا اسطى، تتدرس. عايز صغير. انا بس ده مكمبر لي يا اسطى، خدت بالك انت؟ ده بيبوش. تعالى انا هقطع نفسك اقسم بالله. لا هو فين يا اسطى؟ هو فين بس؟ هو قول لي بس هو فين بس. ما بيواجهش يا اسطى، ما بيواجهش. شفت كسرت وشه فيها. ايه ده؟ هو انا اصلا والله عزام كنت فاكرك كده برضه. نفسي اشوفه بس بيواجهش الام فور يا اسطى. تعالى ما تخافش. تعال يا ابني بقى. يا ابني بقى. يا جدعان بقى، هجيب لي جلطة ان شاء الله. انت تتحداني. انت فين؟ انت بضرب طلقة. ضربت لك طلقة اهو. يا عم اخلص. مخزن كام خلصت؟ يا عم اخلص بقى. خلصت يا اسطى. ورا مراته، واقف ورا مراته بالظبط. مراته وجري. تمام. يلا صح. تعال. واجهني. تعال انا كده سخنت لك فاهم وعرقت لك. ايوه قول لي انت فين يا ابني. انا لسه نازل. انا سبكت. ايوه من خوف يا ابني. دي اسمها رهبة اللعب لما يلعب، تفهم؟ دي بقى حاجات ايه يعني؟ انت عارف رهبة اللعب لما يلعب دي انت لسه مخترعها دلوقتي؟ ريلودينج. انا اللي هموت. خالص اسود على دمي. هاي يا عم ماشي. هديك فرصتك. تخيل بقى. لحيت. بص يا عم مش عارف مكان. تيجي نلعب حزق بقى؟ أكتر من كده؟ Half of the match is over, and the blue team. هبطها برجل. يا عم. خبطت النت برجلي يا جدعان. تجريش. خافش. بيستول. مشاه كده. عيش طال.
ولا اروح اطلب. ماشي اصلا. هاي تعال ما تخافش. بص كفر هصورها وابعتها لشركة توم شو مات بدلها. خلي بالك عشان تبقى فاهم يعني. انا اديني قلت يا اسطى. تعال طبعا كفر. ماشي هصورها وابعتها لشركة ببجي ضحكة. يا ابني انت بتلعب روم اوبن يا ابني. يا ابني ارحمني كاتش اكونت يا ابني اخده منك يا ابني. يا ابني اوبن دي تعالى بس. اوبن ايه؟ سلام يا رجالة. انت فين يا اسطى؟ اضرب طلق. ده ورا هنا. حقي. ابلع. بس خلي بالك خلي بص يا اسطى بقى انا هلعب نفس لعبك. هلعب نفس لعبك. لا 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 مش الكلام ده. انا مش عاوز افاجئك يا زهره بس انت خسران. طب يا اسطى انا بتنطط لك عشان اتحالف. خلي بالك. تعال بص بيمشي. ما بيمشيش. تعال بص اوريك بص مجلشه يا اسطى. تعالى هي بص يا اسطى الجلاشه. يا فلك يا فلك ادرع بايظ. يا ماسك انا ماسك نيد يا اسطى. انا ماسك نيد. تعالى يا عم ده مش معايا تمرين يا عم. خلصت يا اسطى. انت قلت الكلمه دي اصلا النهارده. انت عارف مشكلتك ايه؟ لعبك متوقع بس. هسه فلك هسه ايه بس؟ 300 بنجك 300. هسه قتلني ورا الكفر اصلا. بص ما بيتحركش اللعيب. يا نهار اسود ومنيل. شايف طب سلام يا عم. اقتلني يا اسطى. يا اسطى يوقف بتوقف الحكايات دي يا اسطى. طب يا عم مالك يا عم؟ كده انت كسبت. نضحك طب شويه. بص هحكي لك قصه والله العظيم اقسم بالله. يا ابني روق يا ابني روق ما تدورش. ماشي عايز اقص 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 يا ابني. هديك الكل هديك الكل يا ابني. روق يا ابني ما تجريش ورايا يا ابني. انا راجل صاحب مرض يا ابني. روق يا ابني. روق اشرفك انت عايز تهين. احكي لك قصتك يا قدير يا اسطى. تتنيش يا اسطى. The red team doesn't have a lot of time left. حتى معارف اخضر بيه. طب سلام. انا بقى لسه معيش طلق. خلي بالك. اطلع يا متخاذل. اهو بص سلاحي فاضي اهو. بلو تيم فيكتوري. مش انا إيه انت كده مستني من الاخر الروم الثاني عشان ايه؟ يعني ايه دي اللي انت واثق فيها المكتبه يعني؟ انا تقيل في السنايبر. تختارها الله. تختار تلعب سنايبر ولا مكتبه؟ ما تروشنيش. بص عايز تلعب مكتبه. ماشي. حكمت على نفسك بالاعدام. انا مش فارقه. بس مكتبه هنلعب فوق بس ومفيش خنزر. نلعب لعبه عادي. براحتك يا حبيبي. مش محتاجه حاجه. انا بص ما بحرمش حد اصلا. من احلامه. العب مكتبه بس لو شفتني. شوف بس متفقين قبل ما اخش. ماشي. مكتبه؟ بس من غير خم. ما تكمبرش ومن غير خم. نلعب فوق صح. ولو انا كسبت الروم دي كمان يا صاحبي هاخد الاكونت اصور بيه 5 ايام. حلو. بس انت لعب انت فوق. انت قلت انت هتلعب فوق. لا كلنا فوق. يا واحد فوق واحد تحت. هو ايه يا عم ده؟ انت العب فوق ولا العب تحت براحتك. يعني ايه يعني؟ يعني افضل اضرب عليك بالبستول من فوق؟ لا يا اسطى لا. طب يلا تعال. يلا احنا الاثنين فوق. جاهز يا صاحبي؟ افتح الزحلقة يا صاحبي. افتح الزحلقة يا صاحبي. يلا. طب اهدى ما ضربتش. اهدى اهدى بابا اهدى بابا اهدى بابا. تعال خشش بقى. جامد فشخ. تعرف انا كل ده فاكرك؟ فين بس دلوقتي؟ يوه ده اللعب. يا نهار اسود ليه ده مش قاطع؟ والله ما انا هنا معروف ان انا قدمت يعني. اهو يا عم اهو يا عم طلعت لك من السرد يا عم. اهو يا عم اهو يا عم. لا 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 والله لا. تعالى بابا. لا والله العب عادي. العب عادي والله. خلاص يعني ماشي. شواحه يا نهار اسود. تعالى انت فكر عشان كسبت روما تكسب. ما انا لازم اكسب التاني ده عشان ايه؟ انا عايز اكسب الحساب اصور بيه كل ده 50.
ده انت جامد يا ابو تبايك. ابني واطلع اوبن كمان يا جدعان. ما اسمعش عني يا جدعان في الرومات ده يا جدعان. نهار اسود ومنايا. بقول لك يا اسطى روق يا اسطى. لا اله الا الله. انا طالع تاني. ها انت بتنزل تحت بقى وتتنطط فاهم وعامل نفسك ايه بقى جامد. يا عم موت 26 يا اسطى. انا اقولها لك لو انا كنت موت يعني لو انت كنت العكس. لكن لا احنا قلنا نلعب فوق صح. ماشي يا اسطى. اه يا عم خدتها. لا والله العظيم سبت والله سبت. تحكش عليا يا اسطى. وانا صدقتك وانا اشتريت. طب ده بترقص اهو. السلاح فيه 38 والله كده عمرته بقى 40. اوف على الهدات. اوف على الهدات. ما تبايكليش يا حبيبي. لسه هتعرق على الروم. استنى بقى كده عشان ايه. والله ظلم. تمام يا اسطى. اوعى كنا ناقص نار هنا. وحصت. لا 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 لا. بص بص. اهو. اه انت قاعد ورا خالص. لا يا ابني بقى خد بس روق. يا عم بقى تعالى تعالى يا اسطى تعالى. لو شفتني يا اسطى فرق 4. بص انا طيرت يا حبيبي. اطلب تصوير. تصوير في الكل ديت. لا 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 تصوير في الكل دي. ابعتها البابجي. ابعتها البابجي. بص هم يا اسطى بقى انا ابعتها البابجي يا اسطى. اطلب تصوير يا ابني هتلاقيها على اليوتيوب. ايه ده يا عم. انا والله النت بيتليبورت. النت بيتليبورت. ايوه عادي يا بابا عادي. انا معايا ام 20. ماشي لو بايكتني هعمل لك كده اهو يا اسطى. لو طلبوا دي تصوير يا اسطى يطلبوها بقى. دي بقى لازم يسطا تحطوا مثلا في الفيديو اللي جاي. دي لازم تحط لهم. ماشي بقول لك لو كسبتني الروم دي اقسم بالله هوريهالهم من عندك الفيديو اللي جاي. اه انت ماسك دي بيه. ما تبصليش. هيد تاني. هيد تالت. هيد رابع. هيد خامس. لا دي هيد دي صح. سلام بقى. دي صح يا اسطى. ده مش بايك تاني خلاص. مهير خالص والدنيا زبط عندي. فاضل 4 دقايق لازم اعوض فيهم. يا نهار اسود الخمس كلات دول. زرع 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 يا اسطى. اهدى بس روح. ايوه ريلود ريلود بالله عليك. بس ماشي سهل 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 سهل. تخدني مش عايز مش عايز توريني مكان. لا يا اسطى لا يا اسطى انا كده هموت والله يا اسطى. مش تاني هنا يا اسطى. لا ما كنت بشرك والله وانت قاعد ورا السرب. يا نهار اسود. خد واحد امك واحد امك. تعالى انت نزلت تحت صح؟ آه. في خم. ايوه فرق اتنين. فرق اتنين فاضل دقيقتين ونص. اهو يا عم اهو من غير خم من غير خم. ماشي ماشي. اضرب طلقه. انا عندك يا اسطى. اضرب طلقه ما تضربنيش انا طلقه. عشان تفهم. اه ماشي ايوه ماشي خلاص. مين انت فين يا ابني؟ واحد مايكرو. تعال 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 مايكرو يا ابني والله العظيم عنده زي يعني. فين يا صاحبي؟ انا قدامك يا صاحبي. مش عايز يا ابني على الناحية الثانية يا ابني. يا ابني انت بتفكروا بيته بقى. شواحة بقى. برشام. وحط امك. استنى وحط امك. استنى وحط امك وحط امك. هانت هانت. نايس كيل نايس كيل. كلاتين بص يا اسطى. بص يا اسطى. لا يلا بس كده انت 11 وانا 12 ناقص ايه. طب اطلع ما بلالي بلالك يا اسطى. بلالك يا اسطى. قصه بص يا اسطى خلاك سبب مجهود يا اسطى. بلاش يا اسطى بقى تقعد تكمبر لي يا ابني. اخلص فاضل دقيقه تحكي لي القصه. فين احكي لك قصه؟ اقسم بالله يا اسطى قصه 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 جامده فشخ. تعالى يا سميري تعالى 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 يا اسطى. شفت انت الحته اللي انا ده جاب لي جوان في وداني يا جدعان. اوه يا اسطى احرق ام الخل يا اسطى. انت بتخم خلي بالك يا اسطى خلي بالك يعني. انا تعبت يا اسطى. انا تعبان يا صاحبي. تعال يا صاحبي يا عم تعال يا صاحبي يا اسطى. ابو شيلك ابو شيلك
ماسك شوتجن. تعالى ده انا معايا اي كي ام. اي كي ام ايه؟ ده انا معايا اي كي ام، معايا سلاح اقسم بالله يا اسطى ما بينفع. تعال اجري اجري، ده انا هقطع نفسك اقسم بالله. لا لا ما ينفعش يا اسطى والله. والله ما ينفع يا اسطى، ده اسمه خمس. لا لا اقطع نفسك يا اسطى، وربنا لا اقطع نفسك. اضرب 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 اضرب، خليني يا اسطى توب يا اسطى. هتضربك السنة السلاح بس أيوة. رقم واحد 16 سنة. احكي احكي مسدس، احكي مسدس. يا اسطى اوه يا نهار. تعادل 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 يا اسطى، انا ما جبتش حاجه من عندي، دي تعادل يا اسطى. عايزين نعمل الروم الثانيه بقى، لقاء اخر يا حبيبي الفيصل، لقاء اخر. لا ما احنا عايزين نعمل لقاء اخر ده بكره، معلش في معلش ما هو يا اسطى تعادل. طب ما الشبه لازم ما تبقاش ميري قوي كده يا اسطى، يعني 600000 جنيه. لا يا اسطى خلاص خلاص يا اسطى، بكره نكمل. لا 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 هم يا جدعان بكره نكمل يا جدعان، انا بقول لكم اهو. لا لا نشوف مين فينا جايب الكومب التاني. مش ايه مش فاهم. يعني انا جايب اربعه كوم، انت جايب ثلاثه كوم، يعني انت بتختار إيه الحاجه اللي انت كسبان. شركل انت جايب اربعه شركل. ده بيختار حاجه اللي كسبان فيها. خدت بالك يا بابا انت قرر يحسب على حاجه هو كسبان فيها خلاص في الماضي، ولعب البطولات كله كده كله كده. لا ده انا هقفل الفيديو بقى. اهو انت كده انت كده ما بتلعبش، ما بتلعبش بطولات بره مصر. يا نهار اسود بطولات ايه؟ انا بقى بص يا ابني اللبس اللي انا لابسه يا ابني في اللعبه يا ابني. يا جدعان يا جدعان انا بشوف الحاجه اللي بكسب فيها. طب الكومنتات، اول ما الكومنتات تنزل هبدا اصور، يعني مش صور غير ما الكومنتات تنزل. اكتر كومنت هيجيب لايكات هو ده الكومنت اللي انا هعمل التحدي بتاعه، حتى لو قال لي بس مش 30 كيلو سولو سكواد والحاجات دي. بس شور حد معايا في التحدي عشان ايه؟ انا اليومين دول اللعبه الاتراك عاملين معايا اكتر من الصح وفوق الواجب، يعني مش عارف عارفين انتوا المراحل، هي دي المراحل. يعني انت فاهم ليه مش عندي؟ انت بقول لك يا صاحبي خد تعالى والله العظيم، اقول لك تعالى اعرفك ميوت. اقول لك يا صاحبي والله والله.